السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اليوم اللي غادي نتكلموا على سعيد بالرحمة اللعاب وين الى راح تشيلسي. انا ما نقدر نقول لكم الى راح تشيلسي كي تعرف بلي دير كيما كتدخل في السيت تاعهم تاع اللي يعطوا التشكيله الرسميه الاساسيه تجيبوا مع لي 11، على بالك شنو دير؟ على بالك شنو دير؟ دير كل الدواء مسكنات في طعمه ما تزوب، ما تبقاش تزغد. اللي تبع بوله مريض بالبوله ما تبقاش تزغد في طعمه، ما تبقاش تزغد، خاطر غادي تشوف زلازل وعواصف. كنا نقول لكم مع رياض محرز الهدايا والقشور والفواكه المقشره مع بالرحمه، على بالك شنو غادي تولوا تشوفوا الزلازل والعواصف وليالي الحمراء. انا نقول لكم ما عقلوا ليش راني نقول لكم، ولا تزال وسائل الاعلام البريطانيه تتحدث عن رغبه المدرب بالنادي تشيلسي الانجليزي لومبارد في ضم اللاعب الدولي الجزائري سعيد بالرحمه. ني لعاب هذا وين كاين اربع، نقولوا بلي كاين اربع اسباب وراء رغبه لومبارد في التعاقد مع بالرحمه. ني وين شنا كي كان لومبارد، وقلت لكم البال والنامس، قلت لكم بدي تكلم معاه، تكلم معاه هاتفيا ديريكت. انت محتاجك بين برد عليك، قال له بين برد عليك. نقول لكم وكان لومبارد قد ربط اتصالاته مع بالرحمه في التحويلات الشتويه الماضيه، الا ان الصفقه لم تتم في تلك الفترة، وبالرغم من ذلك عاد لومبارد مجددا للتواصل مع بالرحمة. ونقدم لكم أبرز أربع أسباب وراء إصرار لومبارد على التعاقد مع بالرحمة في التحويلات الصيفية المقبلة. أيضا النقطة الأولى وهي المستوى، مستويات اللعاب رائعة التي يقدمها مع ناديه خلال سنتين، وما يؤكد القيمة الفنية للعاب. السعر تاعو ثمن غير مرتفع، حيث لا يتعدى قيمة اللعاب 35 مليون، هما راه معطين 37، قلت لك 35، لا يتعدى 40 مليون، في وقت ارتفاع فيه قيمة اللاعبين بشكل كبير، وفي وقت وين ارتفع فيها قيمة اللاعبين بشكل كبير. حنايا نقولوا بلي من نقولوا بلي 40 مليون ماشي قضية، ماشي لعاب ولا ماشي قضية، هذاك هو النادي، هذاك النادي تاعه، نادي وين هما معطين 47 48 49 يبيعوا ما يخلوش. وين معرفة وين فاني النقطة الثالثة وهي معرفته جيدة لكرة القدم الإنجليزية بعد تجربة مع حالية في ناديه. رحيل وينيام وبيدرو في نهاية الموسم ما سيعجل مدرب وين يحتاج بدائل، خاصة بالرحمة. بالرحمة هذا نهار بك تعقلوا الضربة تاع الكانغور كيف قالوا له ديجاج في ديك الضربة هذيك، لو يصفروا عليه قناة الهداف. قسم أنا قلها مليح قناة الهداف، وين دار لهم كيما هكا، قال لهم هادو جاو يديروا ستاتي، هذاك اللي ما هدرش على دي شون ليد. انا ماني لا ما زعما كي نقول زيدان، مانيش مع زيدان، بصح حقيقة قال كرمتو ذاك وكرمتو ذاك، اسكت بالله فمك، مشي نتوما تعطوا الدراهم للبراوية وهنايا ولاد بلادكم اللي تعرف دراوي ومنا واللي تعرفهم نورمال تعطوهمش، تعطو كريس تعطو المالديني وعطيتو روبرتو كارلوس وكريب يا هذيك. نقول لكم اليوم السكتو ما تهضروش، كنتو تعايروا فيهم، كنتو تعايروا في بالرحمه، عايرتو يا ودي عايروا والله يعني عقلها مليح. كان في ايبولي راخر كسموه بالناصر مي قادو يهضروا له عليه، يعني قال كيما كان كويسي، غادي نجيب لكم الفيديو هذه، كان كويسي، كان قاسي سعيد، كان بالشيخ، كان محمد شيخي نهار اللي لعبوا كونت جوفنتيس،
وكان عسكر كان معهم لعاب، كان معهم عجالي. بالشيخ مي قال لهم باللي قال لهم ما تقولوليش في انك هذا، ما تقولوليش كيما هكا، قال لهم ما تقولوليش هذا، قالوا ثقيل بالبولا ويدور غير فم، تاع يدور غير فم، قالوا يدور غير فم، يدور غير فم. روح اليوم اليوم هضروا، قولوا يدور غير فم، هضروا هضروا. حنا الحمد لله يا ربي مين ترى انا نهضروا عليه ولا يا ودي يا عمي ترى ها ولا وين، ها ولا وين درت عليها انايا، هاي لا وين راح، هاي لا 2016 لو 5 جوي، هاي لا وين راح، ها وين تهدرت عليها 2016، هاي لا وين راهي، هاي لا وين راهي، هاي لا وين راهي، هاي تشوفيها، هاي لا وين راهي، هذه اللي هدرت عليها. ناس هنايا ولا يقول لك باللي راو راو شريه بالدرام، راو راو خلص درام كبار، يا ودي نلو الشيطان، رجال خمت لك على 10 سنين وحده اخرى، الهيشه الهيشه الرجال خمت لكم على لا اللي جابوا بالرحمه فانيك، لا اللي لعبنا كونت سينيغال، لعبنا كونت غينيا، هنا خسرنا 1-0 السينيغال، فانيك ربحناها 1-0 بالرحمه وكسده طهرات. هذو اللعابه هذو قطحوا عليهم، قال لك تاع ستاتي، هذو جاوا يديروا ستاتي ويروحوا، هذو كاع جاوا يديروا ستاتي ويروحوا. اليوم كاع جاوا وجابوا كوب دافريك، اليوم كاع جاوا وجابوا كوب دافريك، اليوم كاع جابوا كوب دافريك، هذه باش تعرفوها مليحه يا جماعه، باش ما كاينش اللي غلطكم، والناس ما تغلطكمش، كاش يجي يكذب عليكم يقول لكم باللي هنايا وحنا كنا فرحان، كنا فرحانين بيهم، كان يقول لك باللي عندنا فرحات قارعوا له، فرحات راه جاي، قارعوا له في الدورة التحتانية تاع اللي جاية في الدورة، تاع الدورة اللي جاية في الدورة، ونقولوا هذو ملاح. حتى واحد خارج لك من الارسنال يعيا يعيا، كاع ما يمدلكش يعطيك 50%، كاع ما يمدلكش، كاع ما يمدلكش مع المنتخب الوطني 50%. هاك شوف شوف اليوم، شوف بالرحمة وين رايح، لومبارد عيط له، روح ولدي خويا، قال الو ولدي كيما مون فيس، بونجور مون فيس، سافا بيان لي زونفون، قال لا الحمد لله من عمنا، سافا بيان من عمنا. لا بامو صعب عبيا من عمنا. يا درا كي دايره، شا قلت حطوا الشكاره ولا مكان لا، طيحوني وفادنا ولا مكان لا، قالو غير طيحني فيك راني هنا، غير طيحني فيك، قال تشيلسي سي محمد اي وحده تاع الصح، زياش منا وبالرحمه منا، لاقي على روحك، لاقي لاقي على روحك، تاع سموها تاع لاقي على روحك. ها زهره شتوه ولا مشتو، هازار قلبو هازار، بقى لك هازار شويه كثير، هازار هازار بالرحمه، هازار زياش منا بال، اكذب اكذب على روحك، اكذب لاقي لاقي، تسمع غنيه تاع لاقي على روحك. هذيك نقولوا باللي لومبارد كي جابات، لومبارد جابها خاطر عليها بالرحمه، يعرف البطوله الانجليزيه، ما يستقام لهمش بزاف، ما يستقام لهمش بزاف. لعاب فنان فنان، جودة رائعة، لعاب كيما يقولك ماشي كونتيتي، كاليتي كاليتي، لعاب كاليتي، هادو هما اللعابة اللي عندك بالرحمة. شتالي غبناته لي بليسي، بالرحمة لي بليسي، بالرحمة كبر هنا بالجزائر، كبر كبر في لي بريغاد، هذاك عسكري نظام، هذاك نظام بالرحمة، والله لا نظام، كبر في لي بريغاد عند باباه، باباه كشاف دي بريغاد، وين ما يروح يديه معاه، البلاد اللي يروح لا يروح معاه، التالية كان في بطيوة، من بطيوة ربي يفتح عليه. مليح زومين، الأول هذا زاتشي تاع لافاف، زاتشي تاع لافاف، اللي تعطي له اللجنة الولائية تاع الاستثمار اللي رأسها، يعني باش هكذا، ولكن نبينوا له الحقائق، الحقائق اللي يعني لي بليسور لي لي بري لي دارهم هنا في تيير، زاتشي يدي 1000 قطار، لي بليسور لي لي بري لي دارهم هنا في تيير، زاتشي يدي 1000 قطار، زاتشي يدي 1000 قطار،
زاد شي انتي 1000 هكتار، زاد شي انتي 1000 هكتار يدي 1000 هكتار في الـ في الـ في الـ في الرشايقة في المنطقة اللي تتسمى الرشة وام الزبوج، الرشة وام الزبوج. الرشايقة هذه يعني راها الأولى وطنيا في إنتاج البصل، والأولى وطنيا في إنتاج الثوم، وعندها مكانة مرموقة في إنتاج البطاطا وخيرات ربي. هاهم وين يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي، ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي. فيه هنا يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي.